يرسلون على على الموضوع الاصلي اللي احنا بدانا بالحسد، لكن اللي يعلمون احنا المواضيع اللي تجي عفويه انا افضلها على الموضوع الرسمي. جزاك الله خير. لا والحسد الحسد نعم حديث الاباء خذ قاعده نعم حديث الاباء اذا 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 اذنت لي بس ابو عمر وانت تتكلم عن الولد اللي يجيب ابوه معه اي هذه من واقع انا اتكلم عنها. كنت امشي في الوالد الله يرحمه على الدراجة، كنت اشوف في ناس يستوقفوني على العربه اي مضبوط ادفع الوالد على العربيه حقته، فشفت ناس يوقفوني ويحب راس الوالد ما شاء الله ويسلم عليه ودع لي يا عم. انا في نفسي اقول يا اخي اي والله ادع وش عند الرجال ذا يعني غريب، هل يعرف الوالد او ما يعرف؟ لا ما يعرف. فكان هذا منظوري انا منظوري القاصر. الله اكبر. والله ما عرفت معناها الا بعد ما توفي الوالد وصرت انا امشي في نفس المكان وارى رجل يدف ابوه زين او جده على عربيه، فصرت اسوي انا زي ما هم كانوا يسوون. الله اكبر. اروح احب راسه ويده وتكفى يا عم ادعي. طيب اي والله الذي لا اله الا هو. الله المستعان. الله المستعان. ترجع الحسد يا شيخ؟ لا برجع للمواضيع كلها بس بعد ما